قصة نتاع واحد الرجل عابد في بني إسرائيل، غادي يجمع عليه الشياطين وما غاديش يقدروا باش أنهم يغروه، ويدوز من مراحل. هاد ثلاثة بغاو يخرجوا يجاهدوا في سبيل الله، شكون غيقابلها؟ أشنو بالك إذا أنت قابلتيها لينا وما بغينا منك حتى شي حاجة؟ ومن هاد الباب فالشيطان غادي يدخلوا، غادي يجي لعندو الشيطان يبقى يوسوس ليه. على الاقل سير غير سلم عليها، راك انت هو الامين عليها، غير سير سولها. حتى غادي يطيح هذا الرجل اللي ما كيفارقش العباده ديالو في داك الشيء اللي كان تيحضر راسو منه، وغادي يحفروا وغادي يلقاو اخته مقتوله وولدها حداها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. القصه اللي غادي نشارككم اليوم رائعه، ضروري تسمعوها. ولكن قبل خليني نقول لكم بلي انه سؤال ديك الحلقه واللي كان هو شنو هو لقب زوجات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فالجواب ديالو هو امهات المؤمنين. وصراحه اللي ماشي كلشي عرف الجواب، وهاد الناس كنحييهم على الصراحه ديالهم، واي واحد جاوبني بجواب صحيح كنقول ليه برافو وشكرا، حيت كتجاوبوا معايا من خلال التعاليق وكتعطيو واحد الدقيقه من وقتكم باش انكم تكتبوا ليا. اما سؤال حلقتنا اليوم، شنو هي مراتب الاسلام؟ ضروري تجاوبوني وغادي نتسنى الاجابه ديالكم في التعاليق. باش ما نطولوش اكثر، اشنو بان لكم اننا نبداو في حلقتنا اليوم؟ لنبدا قصة اليوم هي قصة حقيقية واللي وقعت في الزمن القديم، قصة نتاع واحد الرجل عابد في بني إسرائيل واللي سميته بارسيسة. يقال بلي أنه عبد مولانا عبادة ما عبدهاش شي حد بحالو في هذاك الزمن لمدة 70 سنة. تخيلوا 70 سنة بارسيسة هو تيصلي تيقوم الليل كيصوم كيتعبد في الصومعة ديالو وما كيفارقهاش، وكان هو الرجل الوحيد اللي كيتضرب به المثل في العبادة ديالو. هاد بارسيسة غادي يجمعوا عليه الشياطين وما غاديش يقدروا باش انهم يغروه، وجا في بعض الروايات بلي انه ابليس شخصيا كان تيغويه ولكن عمره ما قدر يتمكن منه، كان عابد صحيح لدرجة انه ابليس كان تيلوم الاتباع ديالو الجنود ديالو علاش ما قدروش يغويوه او لا يتمكنوا من رجل واحد، حتى من المرضى اللي هما كبار الشياطين والجن ما قدروش على هاد العابد. كلشي كيدوي على بارسيسة العابد الصالح تقي اللي ما كيخرجش من الصومعه ديالو الا من رفع شريان باش انه يقضي شي امر ديالو، من غيرها تبقى الصومعه ديالو في الداخل في العباده ساعات وايام طويله، وحتى حد ما كيقدر انه يزعزع الايمان ديالو. وضروري كاين ولكن غادي يجي واحد النهار فالشيطان غادي يحلف حتى يتمكن منه. شحال هو كيتسنى؟ وخصكم تعرفوا بلي انه ابليس هادشي باش معروف غادي يصبر عليه بزاف ويدوز من مراحل حتى كيطيح بني ادم في الفخ ديالو، هادي خدمته. فهو الدور ديالو انه كيقدر يبدا لك بشي امر اللي هو بسيط او بمعصيه اللي هي صغيره انت ما كتردش ليها البال حتى كتطور. الشيطان كيدخلك بخطوات اللولين حتى كيتمكن منك ويخليك تكمل. المهم نكملوا في قصتنا. في القريه اللي كاين فيها هاد العبيد كاين واحد 3 ديال الاخوه اللي هما ذكور وعندهم واحد اختهم وحده. هاد 3 ديال الخوت بغاو يجاهدوا في سبيل الله، زعما يخرجوا للغزو. كيقولوا بلي انه هاد 3 باهم هو الملك وتوفى، ولا عمهم هو الملك والله اعلم. هاد 3 بغاو يخرجوا يجاهدوا في سبيل الله كيف قلت لكم، ولكن خافوا على اختهم الوحيده، شكون غيقابلها؟ شكون غادي يجلس معاها؟ حيت غادي تبقى بوحدها، ما عندها لا ام ولا اب اللي يقدروا انهم يرعاوها، فلمن غادي يخليوها؟ وشكون هذا اللي غادي يقدر يصونها ويحميها بحال خوتها؟ المهم غادي يجلسوا مع بعضياتهم واحد شويه ديال الوقت وكيتشاوروا، وقالوا بلي انه ما كاينش شي حد أأمن على اختهم من غير بارسيسة العابد، اعبد انسان واكثر واحد فيهم اللي هو مخلق واحسنهم دينا. وقالوا بلي انه هذه غادي تكون فكره مزيانه انهم يخليو اختهم عند بارسيسة كامانه باش هكذا يرتاحوا. قالوا بلي انهم غادي يبنيو حدا الصومعه اللي فيها بارسيسة كيتعبد واحد الغرفه لاختهم انها تجلس فيها وما تخرجش منها حتى يرجعوا هما، وبارسيسة هو اللي يرعاها. المهم غيمشيو عنده وغادي يرفض، غيقولوا ليه بلي انه حنا بغينا نخرجوا نقاتلوا نخرجوا نجاهدوا في سبيل الله بغينا نعبدوا الله، ولكن اختنا ما عندها حتى شي حد من غيرنا، اشنو بان ليك اذا انت قابلتيها لينا؟ قال لهم كيفاش وانا رجل عابد وما عنديش الوقت والشريعه والى ما غير ذلك. قالوا ليه بلي انه اختنا غادي نحطوها في واحد الغرفه حدا الصومعه ديالك وما بغينا منك حتى شي حاجه، الماكله موجوده انت غير تبدا تهزها كل نهار وتحطها قدام الباب وتدق عليها وتمشي في حالك، ما تشوفها ما تتكلم معاها.
يعني ما غادي يكون حتى شي اتصال ما بيناتكم، وحتى الناس غادي يعرفوا بلي انه على الاقل كاين واحد الرجل اللي تيحمي هاد المراه. المهم غيبدا كيتردد ويبداو يلحوا عليه حتى قبل، حيت شاف بلي انه هاد الامر هو خير ومن باب الطاعه ومن باب الدين، وهو واحد المعروف اللي غادي يديرو وربي غادي يجازي عليه. هاد الاخوه بثلاثه بهم غادي يسلموا على اختهم، يودعوها، قفلت عليها الباب وسلموا على العابد، ومن بعد مشاو الى جهاد في سبيل الله. الايام كدوز وكل نهار برصيصه كيطبق داكشي اللي وصاو عليه الاخوه بالحرف، كيدق الباب يحط الماكله، لا هي كدوي ولا هو كيدوي، وكيمشي في حاله يرجع للعباده ديالو كل يوم كل يوم. ومن هاد الباب فالشيطان غادي يصيدو او لا غادي يدخلو. بين قوسين خصكم تعرفوا بلي انه اغلب الاوقات الشيطان كيدخل الانسان من باب الطاعه. بقى كنتذكر في واحد المجلس نتاع الذكر كنت حضرت ليه واحد السيده اللي كتعطي الدرس كانت قالت لنا بلي انه الشيطان ما عنده ما يدير بواحد الانسان اللي هو خارج على الطريق، حيت داك الانسان قدر انه يتمكن منه ونجح في ديك المهمه معاه. ولكن الشيطان او لا ابليس والعياذ بالله كيمشي لعند هذاك الشخص اللي كيجتهد في باب ربي، كيمشي لعند واحد اللي كيجاهد في النفس ديالو باش انه يخرجوا من هذا الطريق نتاع الطاعه والعباده الى ما غير ذلك. وهاد النقطه ضروري نحطوها في بالنا باش اننا نقاوموها ونديروا بحسابها ونعرفوها وما نخليوش هذا المجال للشيطان. المهم قصتنا كتقول برصيصه 70 سنه كيف قلت لكم ما عصاش الله ظاهرا، اما باطنا الله اعلم بهذا. من بعد ايام طويله غادي يجي لعندو الشيطان يبقى يوسوس ليه، يا برصيصه واش عارف البنت واش حيه ولا ميته، واش مريضه ولا بخير، تقدر تكون محتاجه شي حاجه وما قادراش تقولها لشي حد، ياك انت هو الامين عليها على الاقل سير غير سلم عليها من مور داك الحجاب او داك الباب وشوف واش هي غادي تجاوبك غير باش تاكد واش هي بخير ولا لا. وانت بطبيعه الحال ما غادي يضرك والو اذا سلمتي من مور الباب وجاوباتك غير باش تطمئن عليها. في الاول وكيف العاده ما غاديش يقبل، مع الوقت والايام ولا كيدق الباب يحط الماكله ويسلم عليها وهي كتجاوبه وكيرجع للصومعه ديالو. وشفتوا الخطوه الاولى كيف جراتوا للخطوه الثانيه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن بعد ما بعصيصه تعود على هذا الحال غادي يدوز واحد الزمن ماشي طويل وغيجي عاوتاني عنده الشيطان للخطوه الثالثه وغادي يوسوس ليه. فقلنا الخطوه الاولى انه قبل باش انه يحمي هذه المراه، الخطوه الثانيه قلنا باش انه يولي يسول فيها من مورا الباب، والخطوه الثالثه غادي يقول ليه الشيطان بلي انه ممكن هذه البنت تكون كتحشم وتقدر تكون عندها شي حاجه وخوتها تعطلوا عليها وهي محبوسه في داك البيت، اكيد غادي تكون محتاجه شي حاجه، سولها واش محتاجه، ما كاينش شي ضرر في هذا الشيء. فالبنت مسكينة بوحدها وانت الامين عليها وانت اصلا ما غاديش تقدر تغلط لحقيتاش رجل صالح وكتخاف الله وعابد الى ما غير ذلك، حيت الا ما سولتيهاش ما كاينش اللي غادي يسولها. واش بغيتيها تخرج من الغرفه ديالها وتفتن او لا يجي شي حد ويظلها، راك انت هو الامين عليها غير سير سولها. وها هو غادي يدخلو في الخطوه الرابعه، غيسولها فلانه راك محتاجه شي حاجه، اذا غتقول ليه ولا لا راه مزيان وهادشي ما فيه لا عيب ولا خلوه ولا واحد يشوف لاخور ولا امر كيعصي مولانا، هادشي كيقول بعصيصه. المهم غيتعود على هاد الحال لمده زمنيه واحده اخرى، والشيطان ما كيجيش ويقول ليه عصي الله مباشره او لا دير هادي دقه واحده، لا كيمشي معاه خطوه بخطوه كيف كيدير مع البشر كله. وكيف كنت قلت لكم في قصه سليمان بلي انه ابليس عنده واحد العرش فوق البحر، شمن بحر ولا فين الله اعلم، المهم هو جالس فيه وكيجيو عنده الجنود ديالو كيقولوا ليه كل واحد اش من واجب دار داك النهار، ها اللي تيقول ليه غويتو حتى زنا، ابليس تيقول ليه ما درتي والو، وها اللي تيقول ليه انا غويتو حتى شرب الخمر، ابليس تيقول ليه حتى انت ما درتي والو، وكل واحد شنو تيقول ليه شمن مهمه اللي دار، هو تيقول انت ما درتي والو انت ما درتي والو، حتى كيجي واحد ويقول ليه انا فرقت ما بين الزوجه والزوج ديالها، وهنا ابليس تيفرح وتينشط وكينوض من داك العرش وكيجلس داك الشوطين ديالو في العرش ديالو ويفرح به، حيتاش لما كتدمر الاسره كيضيع مجتمع على قدو. المهم برصيصه ها هو بدا كيسمع صوتها وتسمع حتى هي صوته، ومباشره اذا تعودوا على هذه الحاله فكل طرف منهم غادي يولي يشتاق للطرف الاخر، وكيف تيقولوا الكلام يدعو للنظر. فبرصيصه غادي ينسى راسو وغيبدا يطول مع هاد البنت في الكلام حتى ولا يسولها على الشؤون ديالها، وها هو غادي يجي عندو الشيطان من جديد ويوسوس ليه بلي انه ممكن الفتاة تكون توحشاتك
واكيد ما غاديش تقدر تمسها بشي سوء، وانت ما تقدرش دير شي حاجه ليا حرام. حاول تهضر معاها، راه ما عندهاش شي حد وما كتعاشرش الناس، وهي وحيده في داك البيت. برصيصه العابد الصالح المطيع لله شنو دار لما وصل لهاد المرحله؟ ففين هو الورع والخوف من الله؟ وكيفاش غادي يسالي هذا الامر ديالو اللي بدا بخطوه لا حرج فيها؟ برصيصه غادي ينتقل لخطوه واحده اخرى، وغادي يبدا كيهضر معاها. وهذا الشيء كله راه خدا مده زمنيه اللي هي طويله، ما جاش بين ليله وضحاها. وغادي يعاود يدخل في خطوه واحده اخرى من الوسوسه الشيطانيه اللي فيها غادي يقول ليه الشيطان: وانت كدوي مع هاد البنت من مورا الباب، واش على بالك انه الناس كيدوزوا عليك وتيقولوا هذا هو العابد، هذا هو الزاهد، هذا برصيصة اللي كيتضرب به المثل وكيدوي دابا مع بنت من مورا الباب. غادي يقول لي برصيصة: ايوا شنو ندير؟ قال لي: شنو بان لك اذا دخلتي لعندها ودويتي معها مباشره باش ما يشوفك حتى شي حد وتكون مستور؟ دخل لعندها دوي معها وخرج، انت راك راجل متمكن من نفسه ومستحيل انك تجرأ على شي حاجه اللي حرمها الله. فالعباده ديالك اصلا غادي تمنعك، وزيدون البنت راها صالحه ما غاديش تقدر حتى هي دير شي خطا. برصيصه غادي تلف بهذا الكلام وغادي يضعف، وداك الشيء اللي وقع غيدق على الباب، غادي تحليه، غيدخل لعندها وبدا كيدوي معها. وهذا الامر حتى هو غادي يستمر لمده طويله، كل نهار كل نهار غير يدخل يدوي معها ويخرج، وتيقول لك: وما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. وهو برصيص العابد غيبدا باللمس، زين اليد اللمس، وزين العين النظر. بدا كيتقدم في الخطوات والايام كدوز، حتى غادي يطيح هذا الرجل اللي ما كيفارقش العباده ديالو في داك الشيء اللي كان تيحضر راسو منه، غادي يطيح في الفاحشه لقوله تعالى: لا تقرب الزنا، ماشي لا تزنوا ولكن لا تقربا. حيتاش اذا قربتي غادي تطيح فيها. وفي نظركم الشيطان وصل داك الشيء اللي بغى؟ اكيد لا. صحيح انه نجح باش انه يخليه يزني، ولكن ما هي الا الخطوه الاولى اللي داز بها من مراحل وخطوات. فبرصيصه من بعد ما زنا غير رجع للصومعه ديالو ويبدا يبكي ويندم وخاف واستغفر الله. برصيصه غادي يحبس راسو في هذه الصومعه، وغادي يبدا غير يحط لها الماكله ويرجع في حاله، حتى قالت ليه بان هي حامل. شنو غادي يدير؟ دازت الايام والشهور وخوتها مازال ما رجعوا، غتعاود تمشي لعندو تقول ليه راني ولدت ولد. هنا برصيصه بدا تيقول: شنو غندير شنو غندير؟ واذا جاو خوتها وعرفوا بهذا الامر غادي يقتلوني ويفضحوني ما بين الناس. وهنا الشيطان غادي يقول ليه: سهله، خذ هذاك الطفل من الام ديالو، قتلو ودفنو بحال ما وقع والو، اصلا الام ما عندها حتى شي دليل عليك. غادي يدخل على الام ياخذ لها ولدها وغيمشي للصحراء حدا واحد الشجره وغيدبح الولد ويدفنه وصافي. برصيصه دخل في طريق ما قادرش يخرج منها، غيجي عنده الشيطان من بعدها غادي يوسوس ليه ويقول ليه: واش كتظن باللي هذيك المراه ام داك الولد غادي تسكت على هادشي اللي درتي؟ لما غيرجعوا خوتها فراه غادي تفضحك، سير قتلها كيف قتلتي ولدها وقول لخوتها راه مرضات وماتت. شفتوا المعصيه كيفاش بدات وكيفاش ولات دابا خطوه خطوه حتى كتكبر؟ غيقتلها ويدفنها في نفس البلاصه اللي دفن فيها ولدها. من بعد فتره غادي يرجعوا دوك الاخوه بثلاثه بهم، وبداو كيقلبوا على اختهم ما لقاوهاش. غيمشيو لعند العابد برصيصه: فين هي اختنا؟ قال لهم: عظم الله اجوركم، راه مرضات وحاولت باش اني نعالجها ولكن ماتت. غيشكروه ويكرموه وهو غادي يعزيهم وغيرجعوا في حالهم لدارهم وهما نادمين. سالت القصه مازال. فواحد من هاد الاخوه بثلاثه غيشوف في المنام ديالو القصه الحقيقيه اللي وقعت لها. في الصباح كانوا مجموعين جالسين، والصغير فيهم اللي حلم عليك الحلمه غادي يقول لهم: شفت واحد الرؤيه خلعتني. قالوا لي: شنو شفتي؟ غيتكلم الاوسط ويقول لهم: راه حتى انا شفت رؤيه خلعتني. وينقز حتى داك الكبير ويقول لهم: انا شفت واحد الرؤيه اللي خلعتني. واحد فيهم غادي يبدا يحكي وكلهم لقاو بلي انهم عندهم نفس الرؤيه. غادي ينوضوا وقالوا بلي انهم خصهم يتاكدوا من هادشي اللي شافوا. غيمشيو للصحراء حدا ديك الحجره وغادي يحفروا وغادي يلقاو اختهم مقتوله وولدها حداها. غيمشيو تيجريو عند العابد وجروه من الصومعه ديالو وهدموها ليه. غادي تفضح وكلشي عرف الخبر ديالو، غادي يصلبوه ويضربوه والاهانه وكلشي كيسبو. برصيصه العابد الزاهد تقي نقي، فين مشى هادشي كله؟ 70 سنة ولا معصية وغارق في ربي، من بعد خطوة بسيطة اللي غتجرو منو حدا لوحدة غيزني غيقتل وعلى زوج مرات. وهذا المعنى ديال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان مازال ما سالاش. فمن بعد ما غادي يطبق على برصيصة الإعدام غادي يجي الشيطان في اللحظات الأخيرة،
وغيقول ليه انا اللي درت معاك هاد الشي كله، وانا دابا قادر باش انني نجيك من كاع هاد الشي اللي درتي. برصيصه في ديك اللحظه نتاع الضعف ديالو قال لي واش بصح؟ قال لي غادي نجيك لصالحك وصدقك، وحيتاش استجبتي ليا وانا دابا غادي نعاونك. بدا كيتوسلو برصيصه ويقول لي اعتقني. غادي يقول لي الشيطان بقى ليك طلب واحد، اذا طبقتيه غادي نعتقك. قال لي ما هو؟ قال لي ان تسجد لي. شنو كتقول؟ قال لي غير سجده ونعتقك من الوحله اللي انت فيها، ومن بعدها توب لمولانا واستغفر ليه وصلح كاع الامور ديالك معاه، وها هو غادي يسجدوه وغادي يقتلوه الناس. والشيطان خلاه يموت على الشرك ديالو والكفر ديالو. وهنا ربي نزل على هذه الامه باش يذكرنا بهذه القصه، فقال تعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما برصيص الشيطان أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وهذه القصة نتاع الليلة هي قصة حقيقية، فالله يحفظنا من كيد الشيطان والوساوس ديالو. وديو معكم هذه الجملة من حلقة اليوم، إذا كنتو كتجتهدوا في باب ربي عرفوا واعلموا باللي أنه الشيطان غادي يدخلكم من هذا الباب ويحاول أنه يهبطكم ويخليكمش تكملوا، ولكن جاهدوا. وهذا الكلام ما كنقولوش لكم غير نتوما، تنقولوا حتى لراسي كل دقيقة وكل ثانية. فاللهم أعيننا على ذكرك وحسن عبادتك. نتلقوا في حلقة مقبلة، ما تنساونيش أنكم تجاوبوني على سؤال الحلقة، ودعمكم أكيد كيفرحني فاش كديروا لي لايك. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.